ساندت النظام الذي ثار عليه الشعب وتسببت بمقتل الآلاف من السوريين وتشريد الملايين. آلة الحرب الروسية عام رابع على تدخلها في سوريا. زامل البطران رب أسرة سورية عانى من القصف الروسي على غوطة دمشق الشرقية، والذي كان سببا في فقدان ابنته ذات 13 ربيع. نتابع. لا أنا أول واحد ولا آخر واحد، مثلي مثل بلادي بما في فز. أنا اسمي زامل البطران من محافظة حلب. كان عندي 8 أولاد، 7 شباب وبنت. اجت الثورة وتقدموا يدافعوا عن وطنهم وعن كرامتهم، قاموا طلعوا مع هالشباب، كل واحد صار يدافع عن نفسه وعن عرضه وعن أولاده وأخواته وكرامته وشرفه. قاموا استشهدوا، عندي 4 أولاد شباب بالجبهات. عديت على الغوطة الغربية وعلى الشرقية ودمشق ومدينة السخبة. بالوضع هذا الاجتياح كان سيء جدا جدا جدا. الناس بالملاجئ تحت الأرض، لا أكل أكل ولا شرب شرب ولا حياة ولا قعدة ولا شربة ولا من يحزنون. عايشين بين المشافي والملاجئ والعفونة والجوع والبرد والأمراض الفظيعة. كمان القصف الطيران الروسي كان بهذا الموقف، كان هو اللي يقصف على أهل الغوطة بما فيها. أحيانا يطلع 10، أحيانا يطلع طيارتين، أحيانا 7. إنك كيف تضع على إيران؟ إنك كيف تضع على روسيا؟ هذه الحضارة تبعكم؟ هذا بالذات، هذا بالذات صار. بنتي استشهدت بالحارة بالطيران الروسي. دقت علينا جارتنا إنه خايفة، قالت بعثي لي بنتك أتونس بيها. قبل ما تفوت على جارتنا كان الطيار قاصف عليها واستشهدت بهذا الموضوع. اسمها رغد البطران، وصف رابع خامس هيك، عمرها 13 سنة، وكانت مجتهدة وحافظة القرآن والحمد لله. ما في جمعة والأنسات اللي حافظين القرآن يقولوا رغد 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 هيك، سبحان الله. والله كانت تساعد أمها بالبيت وبكل أعمال البيت، تجي كمان تدرس دراستها وظيفتها. الله يرحمها ويتقبلها، وإن شاء الله من طيور الجنة، والله يتقبلها هي وإخواتها والمسلمين أجمعين. نتمنى من الله سبحانه وتعالى نرجع على بلدنا، تصير مثل ما كنا وأفضل إن شاء الله. خلونا نرحب بضيوفنا لليوم عبر السكايب. معنا منير مصطفى وهو نائب المدير العام للدفاع المدني السوري، وماجد عبد النور ناشط ميداني، وعبر الهاتف معنا براء الآغا مديرة قسم الأبحاث في الشبكة السورية لحقوق الإنسان. أهلا بكم. مساء الخير جميعا. البداية لك أستاذة براء، يعني شو آخر الإحصائيات عن عدد ضحايا قصف روسيا في سوريا؟ اولا مرحبا. بالنسبه للضحايا القوات الروسيه، احنا استطعنا من خلال 4 سنوات توثيق مقتل 6686 مدني، بينهم 1928 طفل و908 سيدات. طبعا احنا دائما بنأكد انه هذا هو الحد الادنى،
لانه عندنا معايير عاليه للتوثيق وما فينا نوثق مجرد اسماء، يعني عندنا معايير عاليه للتوثيق منهجيه. ممكن تحكي لنا شوي عن اليه التوثيق لو سمحتي؟ هلا بالنسبه للقوات الروسيه بصراحه احنا وقت دخلت القوات الروسيه صار عندنا صعوبه بتحديد مسؤوليه الهجمات عليهم، يعني النظام بالاصل هو الجهه الوحيده اللي بتستخدم سلاح الطيران، وقت دخلت القوات الروسيه صار في صعوبه عندنا، صرنا نعتمد على اعترافات احيانا كانت تصرح القوات الروسيه ببدايه تدخل خلال الاشهر الثلاثه الاولى كانت تصرح عن مواقع تنفيذ الهجمات، لكن نقارن هذا الاعتراف مع الروايات الشهود على الارض، بعد هيك وقفت القوات الروسيه اعترافاتها، صرنا ناخذ روايات يعني عدد كثير من روايات الشهود والنشطاء المحليين، بالاضافه لعوامل المرافق يلي هن بيقدروا يحددوا نوع الطيران ومن اي قاعده عسكريه انطلق، ومعروف طبعا انه القوات الروسيه بتنطلق من قاعده تحميم. صحيح. هيك بهي الطريقه صرنا نقدر نحدد انه هي الهجوم، هل هو هجوم روسي ام سوري، وعلى هذا الاساس قدرنا نوثق عدد الضحايا. نعم، خليني انتقل للأستاذ منير بذات السياق، هل من إحصائية عن عدد الغارات الروسية اللي تم فيها استهداف الدفاع المدني؟ نعم، تقريبا يعني في أكثر من 50 هجوم كان يستهدف مراكز الدفاع المدني بشكل مباشر، أدى هذا الهجوم تقريبا لتدمير أكثر من 26 مركز، طبعا وكان في أكثر من 120 غارة تستهدف فرق الدفاع المدني أثناء العمل، يعني أثناء تأدية المهام كانت الطيران الروسي يستهدف مكان العمل بغارات مزدوجة أو غارات مرة أخرى يعني في مكان آخر قريب من مكان العمل، وكان يستهدف في فرق الدفاع المدني أثناء الذهاب والعودة وأثناء تأدية المهام. طبعا هذا الأمر وهذه الغارات أدت لتقريبا مقتل واستشهاد أكثر من 36 متطوع في الدفاع المدني السوري، وأدت إلى إصابة أكثر من 86 متطوع ضمن صفوف الدفاع المدني القوات البيضاء. نعم أستاذ ماجد مساء الخير، يعني تحاول روسيا منذ سنوات أن تسوق نفسها كداعية للسلام وفي نفس الوقت هي تستهدف المدنيين، كيف يمكن قراءة ذلك؟ نعم بالفعل روسيا منذ أن جاءت من اليوم الأول إلى سوريا تدعي أنها تحارب تنظيم داعش، في حين أنه في الغارة الأولى للطيران الروسي كان قد استهدف مدينة اللطامنة وهي إحدى المدن التي يسيطر عليها فصيل جيش حر في تلك الفترة. منذ تدخل العدوان الروسي لم تستهدف روسيا إلا التجمعات المدنية وأيضا المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المعتدلة كما يقولون هم في تصنيفهم. بالمقابل رأينا تنظيم داعش يتمدد في تلك الفترة بينما كانت روسيا تحاول أو تحارب فقط الفصائل المعتدلة في حلب، في المدينة، في ريف حلب الشمالي، في ريف حما كما بدأت الحملة العسكرية الأولى في تلك الفترة، وأيضا في ريف الساحل الذي يضم فصائل الجيش الحر. في تلك الأثناء أيضا كانت داعش تتمدد في البادية ودير الزور والرقة، والعدوان الروسي الذي جاء حسب زعمه بأنه سيستهدف الإرهاب فقط استهدف الفصائل المعارضة المعتدلة حسب تصنيفهم كما يقولون، ولكن بالمحصلة العدوان الروسي جاء بحمم أنزلت على رؤوس الشعب. صحيح. السوري قتل 3000 شهيد وعشرات آلاف الجرحى. للأسف سيد ماجد، يعني كمان من خلال مشاهداتك بعيدا شوي عن عسكرة أو خلينا نحكي ما بعد العسكرة والدخول العسكري لروسيا، امبارح كنا عم نتناول موضوع التغلغل الروسي بالمناطق حتى يعني مثل منطقة الغوطة الشرقية مثل ما ذكرت حضرتك، اليوم التواجد الروسي هو يعني أكثر من التواجد حتى من تواجد النظام، وكثير من الناس عم تقول إنه بدنا أي بديل، بدنا حدا ما يضربنا ما يقصفنا، لأي درجة في خطورة بهذا التواجد يعني اجتماعيا خلينا نحكي شوي؟ بالفعل من عادة كل محتل أن ينشر ثقافته بداية الأمر، وروسيا أيضا هي محتلة وتحاول أن تنشر ثقافتها وهي في صراع أيضا مع المحتل الآخر المحتل الإيراني على الأرض السورية، هناك صراع بين الروس والإيرانيين لنشر الثقافة، الإيرانيين يريدون نشر التشيع وروسيا تحاول نشر ثقافتها بشكل الثقافة الروسية بشكل عام، هناك صراع واضح وخصوصا في منطقة الساحل السوري، ولكن بالمحصلة هل سيتقبل الشارع السوري الثقافتين الغريبتين؟ هذا ما ستثبته الأيام القادمة. حتى الآن
الشعب السوري وفي حرب، ولا أعتقد أنه سيستطيع أن يميز بين الثقافات، ولكن بالمحصلة هو الآن في حالة حرب ويريد فقط أن تهدأ الحرب ويأكل لقمة عيش. نعم، بس برأيك يعني ما مستقبل التدخل الروسي في سوريا؟ أعتقد أن التدخل الروسي سيطول. هناك صمت أمريكي ربما يوحي بأنه قبول أمريكي بالتدخل الروسي. بالمحصلة الاستراتيجية الأمريكية في سوريا تعتمد فقط على حماية إسرائيل، وطالما أن روسيا ستحمي إسرائيل فلا مشكلة لدى الأمريكان في التدخل الروسي. طيب. أتحدث عن الأمريكان لأنه القطب الأوحد الذي يواجه الذي القادر على مواجهة الروس. يجب أن تكون هناك لكن اجتماعيا تجد بأن التغلغل الروسي يعني فشل. نعم، لا أستطيع أن أحكم بأنه فشل، ولا أحد يستطيع يحكم بأنه قد فشل. الآن نحن في حالة حرب، ولا يمكن أن نقوم بإحصاء أو تقييم لأي معايير. نحن في حالة حرب الآن، والشعب الآن فقط بحاجة إلى طعام وشراب وأمان. لا أحد يستطيع أن يحكم على هذه الاستراتيجية بأنها فاشلة إلا بعد أن تعود الأوضاع أو تعود المياه إلى مجاريها كما يقال. طيب أستاذ براء، هل من إحصائيات عن عدد المباني السكنية والبنى التحتية من مدارس ومشافي تم استهدافها من قبل الطيران الروسي؟ لا، احنا بالشبكة السورية نقوم بإصدار تقارير دورية عن الهجمات اللي بتستهدف مدارس حيوية مدنية. اللي طبعنا توثيق، وطبعا احنا بنوثق حوادث الاعتداء، يعني عدد المرات. احيانا المركز الحيوي الواحد قد يتعرض لاكثر من هجوم في اكثر من يوم، لهيك عدد الهجمات اللي قامت فيها القوات الروسيه من تدخل حتى الان قرابه 1083 هجوم. في منهم ممكن تعيد الرقم؟ في مشكله بالصوت. 1083 هجوم. نعم. على مراكز حيويه مدنيه، منهم 190 هجوم على منشآت طبيه، 201 هجوم على مدارس، و56 هجوم على اسواق. نعم، بالاضافه طبعا لهجمات اخرى على دور العبادي، على مراكز الدفاع المدني، بنى تحتيه، جسور، منشآت نائيه، محطات، يعني عدم توفيق لكل هذه الامور. ممكن نرجع لك أستاذ براء إذا تحسن الصوت أكثر معك، نرجع نعاود الاتصال فيك. خليني أنقل نفس الفكرة للأستاذ منير. إذا بدنا نحكي شوي عن الأماكن اللي عم تستهدفها كانت روسيا، خصوصا اللي تتعلق بالدفاع المدني، قديش هي كانت فعلا عم تستهدف، قديش كان في خوف من فكرة الدفاع المدني وخصوصا بالمناطق المحررة، لحتى تقدر فعلا أن تقدر تقصفها وتتخلص من أكبر عدد ممكن من المدنيين وحتى من الدفاع المدني الموجود بهذه المناطق. طبعا الاستهدافات الروسيه كانت عم تستهدف بشكل مباشر مراكز الدفاع المدني، كان تقريبا ما يتجاوز نصف الغارات الروسيه كانت تستهدف منشآت حيويه ومراكز دفاع مدني ومنشآت تعليميه ومخيمات واسواق شعبيه ومساجد ودور عباده والى اخره. يعني كان اغلب استهدافها يستهدف هذه الفئه من المجتمع، اللي هي كانت فئه مدنيه بحته بامتياز، يعني ما تحمل اي صفه لا عسكريه ولا اي صفه سياسيه ولا اي شيء. لكن استاذ منير، كان هناك تساؤل انه لماذا تقصف وتعود لتبني من جديد؟ هذا الشيء مو صعب اصلا على روسيا بهذا الوقت، خاصه انه كان يعني عم يتم انفاق مبالغ هائله بالفتره الاخيره بسوريا، يعني ما المصلحه لها بهذا الوقت؟ وفي ايضا كان هناك اصوات تقول ان هي تقصد هذا القصف لترجع تبني من اول وجديد على هواها وبالطريقه اللي بدها اياها لبث الثقافه اللي هي بدها اياها بهي المنطقه. هلا حقيقه انا بدي احكي من وجهه نظر اقتصاديه. تفضل. يعني عم بتقوم فيها القوات الروسيه، يعني عندما تقصف هي تاخذ ثمن ما قصفت من النظام السوري، وعندما تبني هي ايضا تاخذ هيدي الاموال من داعمين للمجتمعات السوريه، فهي مثل بنشبهها مثل المنشار، يعني على الرايح عم تاخذ عم تنمي من اقتصادها وعلى الراجع عم تنمي من اقتصادها، يعني اذا نحسبها من الناحيه الاقتصاديه، اما من ناحيه السيطره والناحيه السياسيه ايضا كمان هي لها اهداف بتواجدها داخل الارض السوريه وبتحقيق مطامع مثلا سياسيه لمستقبل روسيا ولمستقبلها بمنطقه الشرق الاوسط وبسوريا تحديدا، اللي هي تعتبر يعني بوابه اوروبا وتعتبر هي الطريق الواصل بين ثلاث قارات اللي هي اسيا وافريقيا واوروبا. فاتوقع هي هذا هو الهدف الاساسي لروسيا والتدخل العسكري وتدخلها بشكل انساني، يعني لما بتقدم نفسها انسانيا انه هي عم تقوم باعاده البناء، حتى عمليا هذه اعاده البناء اللي عم بتقوم فيها هي بمناطق تخضع لسيطره النظام، بالمناطق بالاساس ما تم تدميرها،
حتى المناطق التي تم تدميرها وخضعت لسيطرة النظام مثل مثلا منطقة الغوطة، مثل حلب المدينة، مثل المناطق اللي تم تدميرها بحمص، الخدمات فيها لا زالت جدا 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 محدودة، عمليات البناء لا زالت جدا محدودة، الأموال تذهب إلى المنظمات أو إلى نقول المنظمات التي تتبع بشكل أو بآخر للنظام السوري، فهي تذهب إلى الخزينة السورية بشكل غير مباشر، ولكن تصل بالأخير لترجع تدعم اقتصاد النظام السوري اللي هو أكبر المساهمين بدمار البنية التحتية أصلاً اللي كانت موجودة في المجتمعات السورية. فهي عندها أكثر من هدف، في عندها أهداف اقتصادية، عندها أهداف سياسية، وبالأخير تسعى لتحقيق مصالح روسيا في منطقة الشرق الأوسط. مكملين معكم مشاهدينا ومع ضيوفنا بفقرة شو صار، واللي عم نحكي فيها اليوم عن الذكرى الرابعة للتدخل الروسي في سوريا إلى جانب نظام الأسد، ولكن خلينا نشوف قصة عمار أبو صلاح يلي بيعاني من الإصابة في قدميه إلى الآن جراء القصف الروسي على غوطة دمشق. كأنه الشظايا فيها شيء غريب، يعني الالتهاب كان عنا فظيع بعد التدخل الروسي، هالالتهاب تلاقيه شيء فظيع، يعني ما بس أنا، يعني كل الإصابات اللي ينصاب هيك الالتهاب ما يروح منه، يعذبه كتير كتير. يعني أنا أبو صلاح عمار من الغوطة الشرقية، عندي 4 أولاد، مقيم حاليا بتركيا بسبب الإصابة، يعني لهلأ عم بتعالج من شان الإصابة اللي طلعت من الغوطة بسببها، ولهلأ مقيم عم حاول أني عالج هالإصابة والحمد لله، لكن يعني لهلأ ما انتهيت من علاج هالإصابة، صلي حوالي 4 سنوات هون عم حاول عالجها. سبحان الله بيخف الالتهاب لكن بيرد بيعود، ويعني سبحان الله حتى لما بروح على الدكاترة بيقول لي التهاب عادي، وهي وسبحان الله ما عم بعرف شو علاجها، يعني كثير عم عاني منها. يعني ضليت بالغوطة شي حوالي سنة وأنا عم عالج هالالتهاب لحتى خف، بس خف بعد التدخل الروسي. الإصابات قد ما كترت اللي ما عم بيلاقوا لها علاج، يعني يضطروا إنه بأي وسيلة إنه يطالعوهم لبرا، حتى لأنه ما في يعني صار فورا، يعني اللي ما يحسوا يطالعوه مثلا الرجل يبتروها، الإيد يبتروها، ما ضل علاج لهم، فاللي يحسوا إنه يطالعوهم يعني الإصابات كتير كترت اللي بده إجباري إنه الواحد يطالعهم لبرا، صارت العدد كتير كبير، يعني إنه ما قالوا علاج شو نسوي لك، مثلا إصابة بسيطة، يعني تصور كانت الإصابة مثلا بالقدم كانوا يعالجوها كذا، ما عدت تعالجي، فدغري يا يبتروها الحسنوا يطالعوا، كل شيء يحسنوا يطالعوا، فكتر العدد، يعني اللي بده يطلع لبرا، ما بس انه الاطراف واشياء ثانيه، يعني كثير. لا حول ولا قوه الا بالله. بدي ارجع لك استاذ ماجد، يعني بعد هي القصه اللي شفناها يمكن في ملايين القصص مثلها او الاف القصص مثل قصته. اذا بنحكي شوي عن القطاع الصحي وتضرره، ذكرت قبل شوي تدمير البنى التحتيه على كافه الاصعده، مدارس، مستشفيات الى اخره. موضوع القطاع الصحي، يعني قديش في اليوم من ضحايا القصف الروسي ما هم قادرين يتعالجوا، حتى مثل ما ذكر انه كانت هناك حالات بتر بسبب عدم توفر العلاج، يعني قديش في خطوره بهذا الجانب. نعم، هذا الأمر التفاوت بين المناطق الشمالية المفتوحة على تركيا وبين المناطق المحاصرة كانت سابقا. بالفعل هناك إصابات تقدر بعشرات آلاف، هناك حالات بتر كثيرة جدا 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 وربما موثقة لدى مديريات الصحة، هناك إصابات بمختلف الأنواع غير البتر، أيضا حالات خطيرة. يعني مناطق قصدك ريف دمشق، الغوطة وغيرها، كانت هي الأكثر، يعني أكثر صعوبة بسبب أنه عدم انفتاحها على مكان بيقدروا يسعفوا الناس منه، يعني هن الأقل حظا بهذا الموضوع. تماما هم الأقل حظا للأسف، كانوا في تلك الفترة يعانون كثيرا لأن علاج العظام يحتاج إلى معدات طبية حديثة ويحتاج إلى أطباء مختصين على كفاءة عالية. معظم الإصابات في الشمال السوري يتم إدخالها إلى تركيا للعلاج، أما في المناطق المحاصرة بالفعل كانت تعاني الإصابات هناك
تعاني الأمرين، ربما يذوق الميت الموت لكل يوم آلاف المرات. بالمحصلة الإصابات كثيرة جدا جدا، خصوصا إصابات البتر. أريد أن أتحدث عن إصابات العظام بالتحديد، الشظايا التي تستخدم في الصواريخ. ربما هذه الشظايا على الأغلب أن تحمل فيروسات أو تحمل جرثومة سامة. الكثير من الإصابات الآن أسمع أنا من الأطباء، أطباء العظمية بالتحديد، الكثير من الإصابات الآن العظام لا تشفى، العظام لم تعد تنمو، لا أدري ما هي الأسباب، ولكن هناك حالة فعلا منتشرة جدا في الشمال السوري، ربما حتى الآن لم يتحدث عنها الإعلام، ولكن هي حالة موجودة وبكثرة. العظام لا تنمو بعد الإصابة وتصاب بالتهاب يصعب شفائه. لابد من فتح يعني ملف كامل، ربما بالحلقات القادمة نقدر نتواصل مع الأطباء الموجودين بالمنطقة ونفتح يعني ملف كامل عن هذا الموضوع، يعني ما أنه أبدا موضوع سهل، يعني كثير في صعوبة بالعلاج بهذه المناطق. نعم، وأنا أستغرب حتى الآن أن لا يوجد تغطية إعلامية واسعة لهذا الأمر. بالفعل هناك الكثير من الإصابات، من إصابات العظام لم تعد تشفى، الالتهاب لا يشفى، العظام لا تنمو. ربما طبيعة الأسلحة المستخدمة، ربما هذه الأسلحة بالفعل تحوي جرثومة مقصودة، لأن الروس مجرمون، يعني كل شيء يصدق بإجرام هؤلاء الذين ارتكبوا المجازر بالكيماوي ومختلف أنواع الأسلحة. طيب أستاذ منير، يعني هل كان هنالك تعمد باستهداف المنطقة المستهدفة مرة أخرى أثناء عمليات الإنقاذ من قبل الروس؟ تماما، تم استهداف فرق الدفاع المدني أثناء العمل بأكثر من 120 غارة جوية. طبعا في كثير من الشهداء من الدفاع المدني سقطوا جراء استخدام الغارات المزدوجة واستهداف المنطقة بشكل متعمد ومرة أخرى. يعني يتم استهداف المنطقة بعد تقريبا من 5 دقائق حتى 15 دقيقة يتم معاودة الاستهداف مرة ثانية بغارة مزدوجة تؤدي إلى مقتل أغلب المدنيين وإصابة أغلب المدنيين المتواجدين في المنطقة، زائد إصابة فرق الدفاع المدني اللي بتكون متوجهة لحتى يعني تنتشل المصابين من تحت الأنقاض. الأسلحة التي كانت تستخدم حقيقة من بدء التدخل الروسي هي أسلحة كانت تعتبر أكثر دقة وأكثر تدميرا من الأسلحة التي كان يستخدمها النظام السوري ونوعية الذخائر التي كانت ترمى على المدنيين في سوريا. لكن تفضل تابع. طبعا هذه النوعية، نعم، هذه النوعيات طبعا حتى يمكن أصبحت الأرض السورية هي مشاع أو هي عبارة عن حقل تجارب، كانت يعني تقوم الروسية بتجارب كافة أنواع الأسلحة، نعم، لتجربها على الأرض السورية، تجربها بالشعب السوري، للأسف هذا ما كان يحصل. نعم، خليني انتقل للأستاذ ماجد أيضا بذات السياق. يعني روسيا لعبت أدوار متعددة بالفترة الأخيرة، جرائم إبادة بالإضافة لأنها أخذت مكان الوسيط وكانت راعية هدن بأكثر من مكان، وبنفس الوقت عم تلجأ كانت للقصف. يعني شو هالتناقض بالأدوار اللي عم تلعبها روسيا بالفترة الأخيرة بالمنطقة؟ نعم، بداية روسيا لم تأتي إلى سوريا فقط منذ اليوم الأول، أو لم تتدخل في سوريا منذ اليوم الأول. روسيا منذ أن كنا في الثورة السلمية استخدمت حق النقض الفيتو، بالأساس كانت تستخدم الفيتو وتساعد نظام بشار الأسد وتقف مع هذا النظام، اتخذت قرار الوقوف مع هذا النظام منذ اليوم الأول وتبنت رواية النظام. بالنسبة للهدن، هذه الهدن فرضت علينا بقوة الطائرات وبالصواريخ التي انهمرت على رؤوسنا، هدن تحت الجحيم فرضت نفسها علينا فرضا، وهي بالقوة وبطيرانها ومدفعيتها وسلاحها الكيماوي تريد أن تصبح وسيط سلام، وبنفس الوقت هي القاتل والمجرم. لا أدري هي بالفعل هي هل هي متناقضة أم هل هي تستهزئ بالشعب السوري وتستهزئ بالمجتمع الدولي نتيجة هذا الصمت ونتيجة إطلاق يد روسيا في تفعل كل شيء في سوريا. بالمحصلة لا أعتقد أنه جنون أو حتى انتصام شخصي لدى الروس، أعتقد أنها استراتيجية ممنهجة، هي خصمها فقط الثورة السورية وتريد أن تقضي على هذه الثورة بأي شيء، بالهدن، بالسلاح، بالقتل، بالدمار، بالتهجير، لا يهم، المهم أن تنفذ استراتيجيتها التي جاءت من أجلها إلى سوريا. أستاذة براء، يعني قدر معدل إنفاق موسكو بحسب صحيفة فاينانشال تايمز في مشاركتها مع النظام ضد الشعب ب 3.2 مليون دولار يوميا،
يعني بعد 4 أعوام، ما الذي يدفع روسيا على الاستمرار برأيك؟ بتخيل انه القوات الروسيه الى اهداف طويله الامد بسوريا. طبعا احنا هي بدات تحصد ثمار تدخلها من خلال العقود والاتفاقيات اللي عم تبرمها، من خلال ايضا ترويجها لانه الحرب انتهت وعم تحاول انها تعمل اعلان من اجل بدايه اعاده الاعمار. مؤخرا كان في اتفاقيه لتاجير ميناء طرطوس لمده 50 سنه. ميناء طرطوس هو اكبر ميناء بسوريا، فهي عم تسعى ايضا لزياده نفوذها بالاراضي السورية أكيد. نعم. في ختام فقرتنا بدنا نشكركم ضيوفنا، كنتوا معنا لليوم منير مصطفى نائب المدير العام للدفاع المدني السوري، والناشط الميداني ماجد عبد النور، وعبر الهاتف براء الآغا مديرة قسم الأبحاث في الشبكة السورية لحقوق الإنسان. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم جميعا مشاهدينا، متابعين معكم فقراتنا بعد الفاصل.